عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكم مرة تانية. خلونا نتعرف على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفرقه المختلفة من خلال زميلتنا سالة حامد. سالة موجودة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هتقول لنا على كل المستجدات. صباح الفل عليك يا سالة، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. يمكن زي ما انت قلت يا كريم، يعني حاليا احنا متواجدين داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان ننقل لكم يعني ابرز الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وكالعاده خليني ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني السويسري لفريق النادي الاهلي. ويمكن من بعد يعني ما قرر مستر مارسيل كولر انه يمنح جميع النادي الاهلي راحه سلبيه من التدريبات، ويمكن امبارح استأنفوا تدريباتهم لاول مره بعد الراحه دي على ملعب مختار التيتش. النهارده كمان الفريق بيستأنف التدريبات او بيواصل التدريبات بشكل طبيعي، ولكن مستر مارسيل كولر يعني قرر النهارده انه الفريق يعني يواصل التدريبات على فترتين، فتره صباحيه والفتره المسائيه. الفتره الصباحيه في تمام الساعه 10 صباحا، والفتره المسائيه الساعه 3 العصر. ويمكن التدريب بالفعل بدا يعني الاول الفريق اتجمع كله طبعا والجهاز الفني، وبعد كده بدا يعني الساعه 10 على ملعب مختار التيتش، وحاليا لسه الفريق او التدريب شغال على ملعب التدريب. يمكن كمان مستر مارسيل كولر يعني قرر انه ده يحصل، انه يعني الفريق اتمرن على فترتين، لانه هو حاطط يعني برنامج محدد لجميع لاعبي النادي الاهلي، فده طبعا يعني في اطار تنفيذ البرنامج ده المخصص والمحدد لجميع لاعبي النادي الاهلي، وهو برنامج البدني طبعا لجميع اللعيبه وكمان الحراس المرمى اللي النهارده بيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي تحت اشراف مستر ميشيل يانكل مدرب حراس المرمى. طبعا الفريق يعني بيواصل التدريبات بشكل طبيعي عشان يستعد بشكل قوي للفتره المقبله، ولاول مباراه ان شاء الله واول مواجهه الفتره المقبله بالنسبه لفريق النادي الاهلي هتكون امام نادي مقاولون العرب، واللي هتقام والمقرر ان هي تقام ان شاء الله يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى وفريق الاول لكره الطايره رجال الماسترز طبعا تحت قياده مستر او كابتن ميدو مسلحي. يمكن كابتن ميدو مسلحي النهارده والماسترز عندهم مباراه مهمه في الدور التمهيدي الجوله الثالثه في الدور التمهيدي لبطوله الدوري الممتاز للكره الطايره. يمكن النهارده المباراه ان شاء الله هتكون امام نادي الترسانه. يمكن المباراه دي النهارده هتقام كمان الساعه 6 بالليل على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. كمان سيدات كره الطايره او فتيات الذهب امبارح فازوا على نادي الاتحاد السكندري على صاله نادي الاتحاد في مدينه الاسكندريه بثلاث اشواط مقابل لا شيء. يمكن دي برده كانت الجوله الثالثه في بطوله الدوري الممتاز لكره الطايره سيدات، والنهارده هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات، وبكره ان شاء الله هيرجعوا للتدريبات الجماعيه عشان يستعدوا بشكل قوي لمباراه يوم الجمعه واللي هتكون امام 6 اكتوبر وهتقام على صاله الشهداء داخل مقر النادي. كمان النهارده يعني رجال كره السله جميع لاعبي النادي الاهلي وكمان فريق المرتبط والجهاز الفني تحت قياده مستر اجاسي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي، وكمان الكابتن اسلام الكيلاني مدرب الفريق المرتبط. الكل النهارده كمان يا كريم انا هوند اتجمع في النادي الساعه 10 الصبح عشان يتجهوا لمدينه الاسكندريه للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراه بكره ان شاء الله اللي هتكون امام نادي الزمالك في النصف النهائي من بطوله الدوري المرتبط لكره السله رجال. يمكن بالفعل معه الساعة 10، وبعد كده جميع الفريق المرتبط او الفريق الاول اتجهوا طبعا بالاتوبيس المخصص ليهم لمدينه الاسكندريه. وكمان قرر الكابتن اسلام الكيلاني ومستر اجاستي انه اول ما يوصلوا جميع لاعبي النادي الاهلي يواصلوا التدريبات بشكل طبيعي على صاله برج العرب في مدينه الاسكندريه عشان دي هتكون اخر تمرينه واخر يعني الاستعدادات بالنسبه للفرقتين قبل مواجهه الزمالك بكره ان شاء الله. بكره هتكون مباراه الذهاب ويوم الجمعه هتكون مباراه الاياب، والاثنين هيكونوا في نفس الموعد الساعه 5:30 ده بالنسبه للفريق الاول، والساعه 1 بالنسبه لفريق المرتبط. كمان النهارده سيدات كره السله عندهم يعني مواجهه مهمه امام نادي سبورتنج في النهائي بطوله دوري المرتبط. النهارده هتكون مباراه الاياب وهتقام الساعه 7 بالليل على صاله او ملعب استاد القاهره الدولي. وفي حاله فوز يعني سيدات او ملكات كره السله في مباراه اليوم يا كريم يا هوند هيتوجوا بلقب بطوله المرتبط لكره السله سيدات. يمكن كمان استكمالا لجميع اخبارنا النهارده يعني خليني اقول لكم انه كره اليد سيدات النهارده هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي، ولكن من غير يعني الست لاعبات اللي متواجدين حاليا في صفوف منتخبنا الوطني سواء امينه عاطف او ليلى حماد شهد الشوابي من طلاب سيد امينه هشام وتؤى كمال. يعني الست لاعبات دول موجودين في صفوف منتخبنا الوطني، فان شاء الله هيرجعوا
يوم 19 من شهر نوفمبر اللي جاري. ويمكن خليني اقول لكم كمان انه يعني منتخبنا الوطني لكره اليد فاز امبارح على غينيا بنتيجه 29-22 ضمن ختام دور المجموعات من بطوله افريقيا. وبكره ان شاء الله يعني هيواجهوا نادي او منتخب عفوا السنغال. طبعا السنغال هي الدوله المستضافه او مستضيفه لبطوله افريقيا. بكره ان شاء الله منتخبنا الوطني هيواجه منتخب السنغال، ويمكن ده هيكون في الربع النهائي من بطوله افريقيا لكره اليد سيدات. يمكن دي يا كريم هواند كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاك يا كريم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. الكلمه ليك طبعا يا كريم، اتفضل. الحقيقه انتوا دايما يعني يا ساره يعني ما بتدوناش اي فرصه نسال اسئله، لان دايما الحقيقه تغطيتكم كافيه ووافيه جدا. بنشكرك جزيل الشكر على هذه التغطيه.